بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأزمنة مور الأمطار الأخرى، الحمد لله شوية الأمور بعدا نفسات شوية. بالنسبة لبان شوية السلع، أنا الناس ملي كتكون شوية الأمطار ما كيناش، كتكون الناس خايفة شوية من الجفاف، ما نتوقعوش إن شاء الله يكون خير بإذن الله. الأمطار كاينة والخير بعدا موجود، بانت الفارينة، بان شوية القمح، بان هذا. نتمنى شي أمطار الخير تكون إن شاء الله في هذه الليالي، إن شاء الله تكون مزيانة. بالنسبة للحمص حتى هو مزيان، بالنسبة للنوبية هي مزيانة، الأمور هادئة، ولكن الحمد لله بعدا مع أمطار الخير الأمور مزيانة الحمد لله. الساعة ماشي بزاف، ماشي داك النقص اللي بالك. بالنسبة بحال عز كان عرف واحد ارتفاع طفيف، بالنسبة لدابا تقريبا زادت شي واحد 30 فرنك، تقريبا واحد 6 دريال. بالنسبة للجملة تقريبا كانت 12.70 12.60 12، هذا ولا ب 13 درهم. بالنسبة للحمص تقريبا رجع واحد شوية، تقريبا عرف واحد ركود وقف بعدا الحمد لله، ما بقاش داك الغلاء اللي كاين. أنا تقريبا كانت الحمص الغليظ وصل حتى 22 درهم، دابا رجع ل 20 درهم الحمد لله. واحد الشكل ديال 31 رجع ب 18 درهم تقريبا، وكاين واحد الماركة ب 17، وكاين الرقيق بين 13 13 ونص 14. الحمد لله الامور شويه بعدا نفسها، وان شاء الله نتمنوا مع عند الله دازت الامور ان شاء الله. شي كنتمنوا مع عند الله ان الامور تكون مزيانه ان شاء الله، مع الامطار خير ان شاء الله. لكن الامطار كتكون الامور مزيانه، كيبدا الانسان انه يتنبا واحد العام مزيان تبارك الله، وكتبدا الامور مزيانه ان شاء الله. نتمنى مع عند الله السلعه كتبان. يعني الفلاح كيقول لك ما كيطلق السلعه يخرجها حتى كتبان ليه في الدار الجايه باذن الله، ولكن الامر ديال الله سبحانه. نتمنى مع عند الله الخير باذن الله. بالنسبه للقمح دابا مزيان، كاين موجود بعدا ديال كندا، ديال البلاد كاين، غير ديال البلاد عرف قليل شويه بالنسبه للمليح، لان عرفات واحد الاقبال على الزريعه مورا الشتا وداك الشيء، كان الاقبال شويه على الزريعه، الناس كتزرع، يعني كيبغيو يزرعوا ديال البلاد، كيبغيو يزرعوا ديال كندا. المهم شويه كما كان الحال بعدا الامور، السلعه موجوده والامور شويه ما بها شيء. الثمن بالنسبه ل العبره وداك الشيء راه باقا الامور كما هي. بالنسبه ل تقريبا واحد 10 دريال تقريبا زعما 0.5 درهم تقريبا راجعه بالنسبه لكندا، تقريبا كيدير شي 6 دراهم ونص دابا، هادشي بالنسبه للجمله 6 دراهم و30 6 دراهم ونص. بالنسبه ديال البلاد كاين واحد النوعيه، النوع اللي كشويه غالي كيدير تقريبا شي 7 دراهم بالنسبه للجمله، 7 دراهم، وكاين اللي كيفوق 7 دراهم، وكاين اللي 6 دراهم ونص. المهم واحد بالنسبة للعبرة تقريبا واحد 10 درهم 15 درهم راجع للورصة، في هادشي اللي كاين. تقريبا العبرة دابا كاين ديال 110 120 130، حتى باقا ديال 140، ما كاينش داك الرجوع اللي معولين. إن شاء الله نتمنوا مع عند الله العام يكون الأمور مزيانة وترجع الأمور النصابية إن شاء الله بإذن الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.